أسعد الله صباح أميرة البنات، كل سنة وأنتي حبيبتي يا قلبي. والله حبيبتي الو ألو، هيا، كيف أنتي؟ كل سنة وأنتي طيبة. وانتي طيبة، كيف انتي يا اسيا؟ انا قصدي ان امي اللي عتجاوب. أننا كل سنة لما أزيد سنة من عمري دائما أفكر بالماضي وأفكر كيف كانت حياتي وكيف أصبحت حياتي الآن، وأفكر بكل حاجة مريت فيها، وأظن غالب الظن أنه كل ما وصلت لها من قوة هو كان بسبب الماضي الذي عشته وبسبب كمية الألم الذي مرت علي. طبعا الحين أعتقد أنه ألم ودراما وأشياء الذي حصل والفضول، وكل الناس ممكن تسأل في التعليقات وكذا، يوما ما يمكن أحكي يمكن ما أحكيش على حسب. لكن الذي اشتي اقوله انه طول حياتي لحد الان عشت على مبدئين من صدق الذي حسيت انهم طبقوا في حياتي. الاول مع بابا والذي حفظني كلمات الشعر هذه الابيات. في موقف في ذاكرتي عاد وجالس لحد الان مش ممكن انساه، وهو اليوم الذي اخذتني الى البلكونه. كان معي شجره صنبار، قطعت جذع منها وذوقتني شجره الصنبار، حفظتني ابيات شعريه. هذه الابيات نحتتني ولحد الآن في ذاكرتي وأطبقها في قلبي. أحاول أقراها قد لي خيرت ما قريتهاش، إن شاء الله ما الحنشة. دببت لي المجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزور، فكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تنال المجد حتى تلحق الصبيرة. مبدا انه ما فيش اي حاجه تجي بسهوله، وانك لازم تتعب لازم تتعب لازم تتعب عشان توصل لهذيك الذروه اللي بتعطيك مشاعر تتجلى فيها معاني الحياه. ونقطه ثانيه قالتها لي صاحبتي الصدوقه من ايام المدرسه، غيده، كتبت جمله هكذا مره، قالت لي العظماء يصنعون من الالم. من يومها طمحت ان انا اكون انسان عظيمه، لكن العظمه كلمه يختلفوا في معانيها. اما بالنسبه لي الان لو واحد يسالني منو اعظم شخص في حياتي، شاقول اعظم رجل في حياتي ابي بكل التناقضات والعبقريه والحنيه والمشاعر والعواطف والانسانيه، اعظم رجل في حياتي. وش اقول لك يا بابا؟ انك صنعت انسانه قويه مستقله، تعرف تفكر لحالها، تعرف تميز، انسانه معتمده على نفسها، انسانه تقدر تركن عليها. بغض النظر عن كيفية الطريقة الذي اختارتها بنتك هذيك قلبها وهو بتحبك قوي، عاد بس تحبك، هذا حب أبدي ما ينضبش، وأنا متأكدة أحبك يا بابا.
وكمان في جانب ثاني من شخصيتي الذي هو الصبر والحنان والدموع حذر الذي بتشوفوها. هذه كلها جابتها للملكة ماما، المرأة الذي جل فيها الصبر بكل معاني، الحنونة، حبيبة قلبي. أحبش يا ماما، أنت كمان أعظم امرأة في حياتي. طبعا أكيد تتردد مليون مرة أنا أنزل هذا الفيديو، لكن تنزله عشان كل البنات وكل الشباب وكل البشر الذي رسلوا لي في الإنستغرام يشتكوا من وضعهم، حابين يطلعوا من الحفرة الذي هم فيها، يشتكوا من علاقتهم بأهلهم، يشتكوا من وضع المجتمع، عندهم يمكن أفكار مخالفة لأفكار مجتمعهم. أظن أنتوا تستحقون أن أنزل لكم هذا الفيديو عشان تشوفوا أن أنا كمان مثلكم، ما عنديش أي حاجة زيادة عندكم. حياتي كانت سلسلة مغامرات مؤلمة، لكن في حاجة رهيبة فينا إحنا البشر، في شعلة فينا إذا ما خرجتش وأنارت بتحرقنا. إذا يوم من الأيام هذه الشعلة ظهرت فيكم أو وعيتوا بوجودها، لازم أن تتلاقوا أسلم الطرق الذي تسمح لهذه الشعلة بإنارة العالم. لا تخلوا عشتاركم، حاولوا قدر المستطاع تلاقوا توازن. أنا دار أننا بنحكي بألغاز الحين، ما شرحت أي حاجة، بس معلش في المستقبل ممكن أنه أوضح لكم هذه الأمور أكثر. حاليا خذوا هذه الكلمات مني بس، وأنا ممتنة كل الامتنان لكل إنسان شارك مشاعرها الصادقة، سواء كان مشاعر امتنان أو سواء كان مشاعر يعبر فيها عن أني أفدته ولو شوية في حياته. وفي الأخير أدركت أنه أنا ما بنسعاش لتغيير الناس، بس أسعى لتغيير نفسي، وظن أنه الناس بتغيروا بنفسه، كل واحد يغير نفسه، لا تغيرش أحد. المهم كالعادة دعواتي لكم بالسلام الداخلي والتوازن.